هناك الكثير من الناس يعملون ويجتهدون في اللحظة الحاسمة طبعا عشان يحسموا قرار صائب، لكن اللي بيصير أو بعض الناس ممكن تتردد، وهذا لعدم عزمهم على اتخاذ ذلك القرار، وأكيد ممكن يضيع عليهم بعض الفرص أو حتى ممكن هذه الفرص ما تتكرر. حنتكلم عن هذا الموضوع، ليش الإنسان يكون متردد، وإيش الفرق ما بين أنك أنت تدرس الوضع بشكل ممتاز أو أنك ما تدرسه بالمرة، فبالتالي تضيع عليك الفرصة عفوا. أرحب بضيف في الاستديو الأستاذة شمس العبدلي، استشارية تمكين وقيادي مهني. أهلا وسهلا فيك. حياك الله، شكرا للاستضافة. التردد وما أدراك ما التردد، هذا لحالة يعني يبغى له حلقة كاملة، ما يبغى له فقرة. خلينا نتكلم في البداية عن المقصود بمهارات حل المشاكل والتخطيط. طيب اصلا المشكله ايش هي؟ انه في موقف او وضع معين بيمنع الانسان انه يوصل لتحقيق هدفه. بصير في مشكله، ما حقق احتياجه. مهاره حل المشكلات هي قدرتنا على اننا نجد حلول امثل لهذه المشكله في الوقت المناسب بالموارد الموجوده عندنا. طيب فبالتالي اي بروسس، اي اجراء بنسويه عشان نحل المشكله هو حل، ولكن هل هو المناسب؟ هنا تجي المهارة. والمهارة تقتضي عدد من المهارات، يكون عندي قدرة أصلا على تحديد المشكلة إيش هي، عندي قدرة على التحليل، فكثير من المهارات يحتاجها الإنسان تدخل في قدرته على حل المشكلة. على حل المشكلة. جميل. طيب عشان نحل مشكلة لازم نحن نتخذ قرار. نعم. فعشان نتخذ هذا القرار ويكون صائب لازم يكون في اساليب استاذه شمس. فاحنا نبغى نعرف ايش الاساليب هذه اللي ممكن احنا تساعدنا وتسهل علينا اتخاذ قرار صائب عشان احنا نحل هذه المشكله. اوكي. دحين الناس بتختلف في طرقهم في اتخاذ القرار. نعم. زي ما قلتي اساليب مختلفه، في ناس بيعتمدوا على المنطق، التجربه، انا جربت قبل كده، عنده خبره معينه. نعم. فهذا هو الحل الامثل. وهذا شيء كويس، ولكن ما يتقبل تغيير، فبالتالي ما يشوف في حلول اخرى. يكتفي باللي هو عمله منطقي. في حدسي، يتبع احساسه. في ناس بتحب يكون عندها دعم فبتستشير اكثر من شخص عشان تتخذ قرار. في ناس بيجمعوا بين العقل والحدس، من المنطق والمشاعر اللي كنت نتكلم عليه قبل شويه، الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي، نعم. فالاساليب مختلفه، المهم هي ايش الخطوات اللي بنمشي فيها، ايش المهارات اللي احتاجها عشان اتخذ قرار. فالقرار هو مهارة اتخاذ القرار، هو انه انا اوجد في عندي، اختار شيء من اكثر من خيار. هو اتخاذ القرار كذا، يعني انه يا عندي خيارين او اكثر وانا محتاج اتخذ واحد منهم. اكيد. حتاخذه على اي اساس؟ ايش المهارات اللي عندي؟ فهنا يدخل في اشياء مره كثيره. نمط الشخصيه نفسها، يعني كنا بنتكلم على التردد. أكيد. فمثلا الشخص اللي بيتردد كثير احيانا ممكن يكون نمطه، يعني صحيح. كل شخصيه لها نمط. فالنمط مثلا المتامل لا تحطيه في وقت سريع تقول له خذ قرار، لانه هو يحب يفكر، يتامل، يدرس، ويشوف اكثر من زاويه، يشوف اكثر من زاويه، هذا طبعه. ولو تحط في موقف يتخذ قرار سريع يتوتر، ممكن يتخذ قرارات خاطئه او ما يتخذ. ما يتخذ او انه ياخذ الحل الاسلم اللي بعد عنه كثير بالضبط. من المواجهات والمشاكل. في الثاني التحليلي، الشخص اللي يحب المعلومات يبغى يحلل ينظمها في عقله، فهذا يعني اذا توفرت احتياجاته يتخذ القرار. في السريع المنجز، وهذا اللي ما عنده خلاص يبغى ينجز، فيتخذ دائما سريع، ما عنده مشكله في اتخاذ القرار، بس ممكن تكون قراراته احيانا خاطئه. طب خلينا نتكلم عن مراحل حل المشكله. نعم. كيف ممكن، ايش هي المراحل؟ اعتقد اول شيء، اولا يكون عندي قدره على تحديد ايش هي المشكله. طيب. تحديد المشكله، بعدين اشوف ايش الهدف اللي انا ابغى احل المشكله دي علشانه. الناس اللي في المشكله مهم جدا اني انا اعرف ايش احتياجاتهم، فما احلها بس من جانبي انا. بعد ما نشوفها نبدا ندور طب ايش في عندنا عصف ذهني، ايش في حلول للمشكله اكثر من حل. كل حل نبدا نقيمه، نوازنه، ايش الايجابي ايش السلبي، نوصل لاتخاذ قرار معين. هنا يوصل الاتخاذ اني انا حختار واحد من هذه الاختيارات. بعد ما اخترناه حننفذه. يصير بعدين نبدا نقيم، هل هذا كان قرار سليم؟ اكيد. نرجع ناخذ فيدباك من الناس اللي موجودين او تغذيه راجعه وكذا. فهي تحتاج عدد من المهارات، تحليل، قدره على تحديد الهدف، قيمي، وانا اصلا بختار هذا ليه؟ لانه في قيم بتحركني. التحليل زي ما قلنا، الاستماع، تعاطف، افهم مشاعر الاخرين، اعرف انا مشاعري.
فكثير من الأشياء اللي بتمنعنا أصلاً اتخذ القرار ممكن تكون عاطفية. أنا صحيح. أخاف إنه أحد ينتقدني، أخاف أغلط، ما تعودت قبل كده عملتها وحصل شيء، ما أتحمل المسؤولية. في يعني يا مهارات ناقصة يا عندي قناعات ومخاوف جوايا. صحيح. يمكن قبل الهوى أستاذة شمس كنا نتكلم عن الذكاء العاطفي اللي حضرتك قبل شوي ذكرتيه، وكمان تكلمنا عن العقل أو العقلانية في حل المشكلات واتخاذ القرارات. فإحنا نبغى نقارن، نبغى نعرف كيف الواحد ممكن أنه يطور من الذكاء العاطفي ومن يعني كيف أنه يتخذ قرار في نفس الوقت يكون عقلاني، يعني بين وبين. إحنا كمان ضربنا مثال يمكن في الاختبارات لما قلت لك أحيانا لما يكون في اختيارات أول اختيار تختاره غالبا ما يكون صح، يعني غالبا ما يكون صح بغض النظر هل أنت حللت يعني أخذتها من زاوية عقلانية أو لا، بس قلبك قال لك أنه هذا الجواب الصحيح. ونرجع لما نجي نفكر فيه وناخذ وقتنا يطلع جواب غلط اللي نختار لو غيرنا. فإيش تحليلك وكيف الواحد بالنهاية ينمي هذه المهارات؟ مهارة الذكاء العاطفي مهارة من أهم مهارات القيادة الآن اتخاذ القرارات. التفسير أو المعنى الأبسط لمهارة الذكاء العاطفي إنه زي ما قلت نجمع القدرة على جمع العقل مع المشاعر، فده معناه إنه أنا لازم يكون عندي مهارة إنه أصلاً أكون واعي لمشاعري في كل وقت، إيش هي؟ كيف بتأثر على طريقة تفكيري؟ كيف بتأثر على سلوكي؟ فإحنا لما ما بنكون أذكياء عاطفياً بما يكفي يصير مشاعرنا ما نفهمها، فنصير انفعاليين وتصير قرارات أو تصرفاتنا انفعالية. نرجع نندم عليها، نرجع نشعر بالندم، بالغلط، بالانفعال. كيف نقوي هذا الذكاء العاطفي؟ طبعا في ممارسات كثيرة، بس أهم شيء فيها أنه في تمارين معينة أو ممارسات بتساعدك على أنك تكون واعي لمشاعر، مراقب في أي موقف يصير. بس أنا بتخذ قرار ومتردد وخايف، بتلاقينا إحنا عادة نسيب المشاعر ونبدأ نبرر، نجيب أفكار، الأفكار بتشوشنا. فأنا خايف، طب خايف ليه؟ بس أنا أحلل مع نفسي، خايف ليه؟ إيش حيصير فيه؟ طب إيش أسوأ شيء ممكن يكون؟ هذا الخوف جاء من فين؟ ففي تقنيات كثيرة تخليك تبدأي فقط في البداية تكوني واعية لمشاعرك. لها علاقة سادة شمس الذكاء العاطفي نتكلم لها علاقة بالخبرة والسنين وزي ما تقولي الكونتاكت أو الاحتكاك بالناس والتركيز. يعني مثلا أنا قبل 10 سنوات صار لي موقف مشابه للموقف اللي الحين صار لي على سبيل المثال، فهل لها علاقة باعتقادي؟ يعني هو الواحد يبدا يحلل ويربط انه نفس الموقف نفس الاشياء اللي صارت، فانا ما راح اسوي الشيء اللي انا سويته قبل 10 سنوات لانه كان غلط فبسوي شيء ثاني. بس هذا كيف صار؟ يعني السنين مش هي الفارق، اللي حصل انه انت خلال هذه السنين بدات تصير تعملي زي ما يقولوا انعكاس على نفسك. فبتجلسي تحللي نفسك، ما بتصير ما بتلومي الاخرين، ما بتلومي المواقف. لكن ممكن يكون شخص عمره عاش عمره 50 سنة 40 سنة وما تغير، لا زال انفعالي، لا زال بيتخذ قرارات بدون ما يسمع عاطفته، ما يعرف. فهي الخبرة لها دور لو كان حصل فيها ممارسة على الانعكاس الداخلي. طبعا على النقيض تماما من الإنسان المتردد الإنسان المتسرع جدا، وهذه كمان برضو ممكن كثير ياخذ قرارات ما تكون حكيمة، وممكن يعني بعد فترة انه هو يندم انه هو اخذ هذا القرار. خلينا نعرف الإنسان المتسرع هذا كيف ممكن، ايش هي التمارين او التدريبات اللي ممكن يسويها مع نفسه حتى انه ياخذ القرار بشكل حكيم؟ هو اول شيء نعرف نمطنا، فهذا كثير يساعده، يعني انه مثلا يعمل اختبارات شخصيه، مليان السوق مليان، ما حنذكر شيء معين، بس اعرف انا من اي نمط. طيب فاذا عرفت نمطي يصير اعرف انا كيف اقدر اوازن. ابدا اشوف انا عندي المهاره موجوده بس عندي مثلا قناعات او مشاعر او أبغى أثبت أنه أنا مرة ممتاز سريع، فأشوف أنا ليش بيصير معايا كده. بعدين أبدأ أكتسب المهارات العادية، أنه طيب أحتاج شوية أحلل، أحتاج أبدأ أستخدم فريق العمل حقي، أسألهم مو بس أنا أتخذ القرار لوحدي. يعني الشخص خاصة لو كان في مرحلة قيادية أو في مكان عمل صحيح. أو حتى كوالد لازم يكون عنده هذه القدرة على أنه يشوف إيجابيات وسلبيات أي شيء حيسويه، أي تصرف. فلو أنا فضلت أستمر على هذا السرعة إيش هيكون تأثيرها على المدى الطويل؟ إيش تعلمت من المرة الأولى اللي حصل فيها؟ فزي يعني كنا بقول قبل شوية كل مرة بنسوي قرار لازم نجلس مع نفسنا ونعمل ريفلكشن، يعني كده انعكاس، إيش صار في هذا القرار؟ إيش صار غلط؟ طب كيف ممكن أصلحه؟ ما أدور على اللوم، ما أدور مين السبب،
يا ريتني ما سويت. صار صار، ايش اقدر اسوي عشان ما يتكرر؟ ايش كان ممكن اسوي افضل عشان يكون الطريق افضل؟ فهي كل ما جلستي مع نفسك سالتي نفسك الاسئله الصح توصل للمرحله. انا حبيت ان الانسان ما يكون يعني يلوم نفسه كثير، يعني حتى لو كان في قرارات خاطئه او متسرعه، يعني على قولك اللي صار صار، يعني في الاخر ما راح اقدر اغير شيء، لكن دائما يكون في اكثر من طريقه ان الواحد ياخذ قرار ثاني بالضبط. حتى يعدل القرار الاول. هي المشكله انه لما بننغمس في اللوم او الغضب لو كان في القرار احد ثاني ونفضل نلوم بعض صح بنتشوش وبننسى اصلا موضوع القرار ونفضل ندور على تبدا في مشاعر ثانيه وتبريرات ثانيه وتبريرات صح. فهذا اللي بخلينا احيانا انه ما بنتعلم. طيب استاذه شمس، يعني من خلال خبرتك ايش رايك في الناس اللي ممكن يتخذوا قرارات افضل نقول تحت الضغط؟ تحت الضغط، يعني مثلا خلينا نقول عندك بروجكت او عندك مشروع، عندك شهر انك تقرر وتاخذ قراراتك. يجي عند اخر 3 ايام ياخذ قراراته كلها اللي المفروض يشتغل عليها من شهر وتكون كلها يعني او 90% خلينا نقول قرارات صائبه، وهو تحت ضغط. هو يعني العقل عنده ما يشتغل الا تحت الضغط. نعم، انا بسالك من تجربه شخصيه وانا واحد من هذا الناس لانه انا تحت الضغط فعلا انجز اكثر من انه انا تعطيني وقت تخليني باريحيه ما حنجز. ما هي بقول لك انت كل ما عرفتي نمط شخصيتك هذه كلها عناصر بتاثر في السلوك. نعم، وكل ما عرفتي نمط شخصيتك بتتصالحي معاها. نعم، وتعرف انه هذه نقطه قوه. نعم، عندي ما هي مشكله. نعم، بس الى اي مدى بتاثر على صحتك مثلا؟ ايه عرفتي؟ ممكن الواحد ما ينام 3 ايام عادي. بالضبط، بس بالتالي احتاج انا اوازن لانه نقاط القوه حقتنا ممكن بحد ذاتها صح. لو زادت او نقصت تصبح نقطه ضعف. اكيد. فانت مثلا او الشخص اللي في مكانك اللي بيشتغل دائما تحت الضغط يمكن هو عنده الخبره الكافيه في عمله. نعم. فما يحس انه محتاج انا اشتغل عليها من زمان. نعم. خلاص قد تعود عنده خبره ومهاره كافيه انه يتخذ القرار في في وقتها. في وقتها. هي بس الفكره الله اللي بالخير استاذ شمس طمنا على ما لكن المشكله انه زي ما بقول لك بياثر على على الصحه والاعصاب نعم. وبعدين لازم الانسان دائما يفكر طب اذا حصل ظرف طارئ صح ممكن يخليني ما ممكن ما انجز فعلا فعلا. هو يعني انا اشوف ما ادري بس اشوف انه ممكن ايجابي وسلبي في نفس الوقت. ايجابي زي ما حضرتك تفضلتي ممكن الخبره انها تفي بالغرض وقتها. ممكن الشخص يكون مضغوط فخلاص يحس انه ما في مجال للخطا فيحط يركز اكثر ويحط كل حيله. بس ممكن زي ما تفضلتي كمان انه ممكن يصير ظرف ممكن شيء فواحد ممكن انه يعني غدا مثلا الشخص ساعتها لما بيكون تحت الضغط كيف بيتصرف مع الاخرين؟ هل بيكون ما يتصرف ما في اخرين في الموضوع؟ ما في اخرين بينعزل تماما عن الحياه. فهي ايوه توازن. سبحان الله، يعني انا على النقيض تماما من مها. انا من الناس اللي ما احب ادخل في ضغط وقت ولا احب، وانا يعني مو اتردد لا اعتبر متردده بصراحه لاني احب اخذها من اكثر من ناحيه وممكن انام بقرار واصحى بقرار ثاني. هذا جدا طبيعي بالنسبه لي، بس دائما احس نفسي انا في السيف سايد، يعني اني اعطي نفسي فرصه اني انا ابدل في قراراتي فما احس انه هو عيب ومريحني. ابدا ما هو عيب. ما ابدا ما هو عيب طبعا. ايوه، بس برضو في بعض المعوقات اللي احيانا تخلي الانسان ما يعرف ياخذ قرار. وش المعوقات غير ان الواحد ما يعرف الانماط او ايش نمطه بالضبط؟ شوفي انا اعتقد اكثر شيء معيق هو الانسان نفسه، يعني مثلا مخاوفه، قناعات عنده، البرفكشنست المثاليه اللي بتخليه ما يبغى يتخذ قرار عشان خاصه يتردد عشان ما يبغى يغلط، يبغى كل شيء يكون. فهذا جانب. الجانب الثاني قلنا المهارات. في جوانب اخرى في الحياه الاجتماعيه، الوضع الاجتماعي الاقتصادي، قوانين تتغير في البلد، ظروف، فبتخليه يتردد. إذا هو شخص مرة يهتم بالناس والعلاقات غير الشخص اللي يهتم بالأهداف تتحقق. في ناس صحيح الأولوية عندهم يلا نخلص العمل. صحيح. في ناس يهمهم البشر الناس. فهذول ياخذوا يتعاطفوا أكثر. أيوة. فهو لو في النهاية لو تعلم مهارة التعاطف الصحيحة في الذكاء العاطفي يفهم انه التعاطف اللي بسويه هذا ما هو التعاطف الصحيح. ايوه صحيح. فمهم جدا في النهايه انه نتطور، يعني كلنا نعرف نتخذ القرارات او نحل المشكلات من زمان، يعني من يوم ما تولد الانسان. نعم. ما هو شيء جديد. لكن الجديد انها تحطت في منهجيه وتسمت ولها خطوات معينه صح. وزاد عليها انه
يعني دائما بيقولوا مثلا مين القادة الناجحين والمؤثرين؟ هم الأشخاص اللي قدروا ياخذوا قرار وأحدثوا تغيير. إيه بس كيف؟ أيه. اللي هم دائما أي حدث يصير يعملوا انعكاس عليهم. تمام. إيش اللي أنا أقدر أسويه مختلف؟ صحيح. كيف هذا ممكن يأثر علي وعلى الآخرين من حواليني؟ فجزئية التفكير والتأمل في الموضوع مرة مهمة. طبعا. إيش اللي بيخلينا أحيانا نتخذ قرارات سريعة من المعوقات؟ إنه الناس تتوقع مننا. تتوقع. بسرعة. صح. واحنا ما نبغى الناس تنهز صورتنا قدامهم. اكيد فعلا القرارات يعني اكيد انها تكون في كثير من الاحيان استاذة شمس انها تكون مصيرية نقدر نقول، فالواحد يعني ياخذ قرار ممكن ما في تراجع بعدها يعني. فلذلك يعني احنا نشكرك ونشكر حضورك اليوم اكيد معانا، ونشكر كل المهارات والاشياء اللي ان شاء الله راح تساعدنا وتساعد المشاهدين. شكرا لكم، وانا سعيدة جدا. يعطيك العافية. ختام السنة بوجوهكم الجميلة، مرة شكرا. علينا وعليك يا رب، نورتينا اليوم سعادة. اهلا وسهلا مشاهدينا، اكيد احنا مكملين باقي الفقرات لكن بعد هذا الفاصل.